بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، يستمر الخير والعطاء من أجل الناس الضعفاء، من أجل الناس الفقراء، من أجل الأيتام. الكثير من هذه الشرائح بحاجة إلى من يقف معهم ويساندهم محنهم. كثير لدينا من المرضى، كثير لدينا من الناس بحاجة إلى مأوى. كثير من الناس، طبعا الآن العراق وصل إلى 6 مليون أو 7 مليون طفل يتيم. هؤلاء الأطفال وعوائلهم بحاجة إلى من يقف معه. وأنتم تعرفون الآن العراق يمر بمحن عصيبة، منها الحروب، منها الداعش الإجرام اللي عمل ما عمله ببلدنا. وهذا البلد، بلد العراق، هو بلد المقدسات، البلد الوحيد الذي بلد الحضارات، البلد اللي يئم 7 أئمة أطهار في هذا البلد، وهو أرض المقدسات. طبعا البرنامج القلوب الرحيمة مثل ما شاهدون في حلقاته يتجول بين هذه العوائل وبين محافظات العراق العزيز وحتى خارج العراق. تمكننا أيضا من إجراء حلقات في مدينة لكنو في الهند، ومثل ما شاهدتوا أيضا هناك سافرنا إلى رحلات علاجية في الهند وفي تركيا وكثير من الدول العربية. اليوم طبعا عندنا في العراق مثل ما تعرفون العراق قاتل نيابة عن العالم كله وبأسرة، وهو يمر بمحن عصيبة، بلد جريح، قاتل أكثر من 30 جنسية تحالفت العراق وما يدعى بالتنظيم الوهابي المتطرف وهما الدواعش. العراق نيابة عن العالم قاتل هذه، ولولا العراقيين ودمائهم ووصل داعش إلى كل الدول العربية وغيرها، لكن العراقيين هم اللي قدموا وهم اللي يدحروا هذه الفئة الباغية المتطرفة. طبعا بقت عندنا عوائل هؤلاء اللي قدموا دمائهم، اللي قدموا نفسهم الزكية في سبيل أرض العراق ومقدساته. الحقيقة طبعا عندنا عوائلهم، بقت الحكومة طبعا تتأخر بإنجاز معاملاتهم، تتأخر مرتباتهم الشهرية، وهذا طبعا يأثر. هو شنو اللي يأثر؟ هذا هو الفساد والمفسدين اللي موجودين ببلدنا. فأعزائي المشاهدين، احنا اليوم صبحنا وجينا في الجامع المبارك، جامع مسلم بن عقيل عليه السلام، والآن يقف معي رجل البر والإحسان الشيخ المجاهد أحمد جوابراوي معتمد السيد السستاني حفظه الله. فنقول لك شيخنا صبحك الله بالخير، صبحك الله إن شاء الله منور اليوم في قناة المهدي الفضائية برنامج القلوب الرحيم. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بداية نشكركم على هذه الزيارة، وواقعا على المتابعات الحثيثة من قبل هذه القناة ومن قبل القائمين على خدمتها، وجزاكم الله خير الجزاء، وهذا إن شاء الله بر وإحسان لكل المؤمنين ولكل المستضعفين. شيخنا تفضل. الله، أنا أريد أقاطعك. طبعا إحنا الفتوى الجهادية للسيد السستاني هي اللي دحرت الإرهاب، هي اللي، وأكو مقولة للسيد السستاني الله يحفظه يقول حميتوا سترتوا أعراضنا الله يستر أعراضكم. مو جزاكم الله خير يا أستاذي الفاضل. مثل ما تفضلتوا، الله سبحانه وتعالى قد من على هذه الأمة بأوتاد، ألا هم أهل البيت سلام الله عليهم. بداية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نحن هذه الأيام نعيش في أيام ولادة صلى الله عليه وآله، والامتداد الطبيعي لهم الأئمة، والامتداد اللي بعد الأئمة هم علمان الإعلام. فبفضل الله سبحانه وتعالى كانوا العلماء في زمن الغيبة الكبرى هم فعلا الحجر الأساس لبناء الدول، لبناء المذهب، لبناء خصوصا بلدنا، احنا بلدنا العراق اللي يتعرض إلى محن و
فتن كثيرة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وجود مثل هكذا علماء تصدوا لمثل هكذا فتن ودحروها. وأنتم تعرفون قبل 3 سنوات تعرض البلد إلى انتهاك من قبل ما يسمى داعش، حتى أن ثلث البلد صار بيدهم، هذا لا يخفى. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة الفتوى المقدسة، وإذا بأبناء البلد هبوا لحماية هذا الوطن وقدموا الكثير من الشهداء، وترمدت كثير من النساء وتيتمت كثير من الأطفال، وبنفس الوقت تعوق كثير وجرح كثير، لكن كل هذا بعين الله سبحانه وتعالى وبعين مولانا الإمام، وكله فداء للبلد وللمقدسات. لكن كما تعرفون الحرب تخلف مخلفات كثيرة، من ضمنها عوائل الشهداء. سماحة السيد الثاني الله يحفظه، الكل الذي تعمل معه يد في الجبهة ويد أخرى مع الناس المعوزة، مع عوائل الشهداء، مع الأيتام، فأخوتنا كل الطلبة وكل الخيرين وكل المؤمنين كانوا داعمين بالأساس إلى الجبهة، ومن ثم توجهوا إلى بناء الداخل. عندنا حشد في الجبهة وحشد في الداخل اللي هو يتفقد العوائل، فعندنا تعرفون كثير من المجاهدين هم فقراء لا يمتلكون شيء، بل لا يمتلكون بيوت، حتى بقت عيالاتهم قسم بالأجار وقسم ببيوت بسيطة. وكلكم تعرفون أن سماحة السيد أطلق مبادرات كثيرة، منها متابعة عوائل الشهداء بلجان منظمة وإشراف مباشر من مكتب سماحته وفي كل المحافظات، وأنا خادم في محافظة ميسان، فاطلعنا على عوائل كثيرة تحتاج إلى مد يد العون. فعندنا من العوائل وبفضل الله سبحانه وتعالى وبهمة المؤمنين قمنا ببناء، فضل من الله سبحانه وتعالى. عندما قل قمنا، المؤمنين جزاهم الله خير الجزاء والخيرين اللي شاركوا ببناء كثير من الدور إلى عوائل الشهداء، حتى صارت عندنا العشرات تسكن الآن في بيوت كاملة ومؤثثة. وحتى مرات أقول لو كان الشهيد حاضر ما يبني مثل هذا البناء، وهم مثل ما تقول يحتاجون الأكثر، بل هذا نقدم قليل بحقهم. سماحة السيد الثاني الله يحفظه ذات يوم في لقاء قال شيخنا لو قدمنا ماء العين لهؤلاء نحن مقصرون. سماحة المرجع يقول هكذا، فنحن خدام سماحة السيد نقول كل ما نقدمه هو أولا من الله ومن المرجعية الله يحفظهم إن شاء الله، ومن المؤمنين الخيرين. فبفضل الله تم إنجاز عشرات البيوت، واليوم عندنا عائلة اللي هم هؤلاء الأيتام، ووضعنا حجر الأساس لـ3 بيوت، بيت لعائلة الشهيد واثنين للأيتام، وعندي في مكان آخر اللي هي في حي الرحمة الآن في بيتين هم في طور الأساس، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا نشكركم شكر الجزيل قناة الإمام المهدي عندما سمعتم وبادرتم جزاكم الله خير الجزاء، وقلتم نريد أن نكون نحن المشاركين في بناء هذه البيوت. طبعا جزاكم الله خير الجزاء على هذا المنحة اللي واقعا هذا قليل لكنه بعين الله سبحانه وتعالى كثير. فنسأل الله يوفقكم لفعل الخيرات ولخدمة الأيتام ولخدمة الأرامل ولخدمة عوائل الشهداء، اللي احنا كل ما نقدمه هذا شيء بسيط جدا بحقهم. الله يبارك فيك شيخنا. طبعا شيخنا احنا لدينا دار كاملة ان شاء الله، وانتم رشحتوا لنا عائلة، وهذه العائلة تعبانة، اعتقد اطفالها مرضى وحالتها يرسلها. طبعا عائلة حشد احنا. طبعا هاي العائلة المضحية اللي ابوهم رحمة الله على روحه لبى النداء وساهم حتى نال الشهادة في سواتر العز سواتر الكرامة، لكن هم الأطفال كانت عندهم قضية الوراثة بالنسبة إلى العيون، فبفضل الله سبحانه وتعالى هاي البنية إن شاء الله وبفضل الخيرين من أخوتنا المؤمنين. ولا يخفى دكتور أحمد الله يوفقه إن شاء الله، هذا الرجل اللي معي من بداية الفتوى إلى هذا اليوم، بل متابع حثيث في الجبهة يقاتل، وعند رجل أخرى تعمل ويد أخرى في محافظة ميسان للأيتام وللفقراء، فاتصل بي ذات يوم وأخبرني حول هذه البنت، وبفضل الله تم الأمر بأنه تنقل إلى تركيا. كانت محتاجة إلى العون، لكن هم المؤمنين وهمة الدكتور وهمة مرجعيتنا إن شاء الله ذهبت هذه البنت إلى تركيا، وإن شاء الله عندنا مشروع آخر لهذا الصبي كذلك اللي هو نفس المرض،
هي لا تزال طبعا تعبانه عيونهم يعني ما لا زال. احنا نشكركم على قضيه هالمبادره، قضيه السكن لهم للبيت ان شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا. احنا ان شاء الله راح نوفر لهم سكن، والان والدتهم هي تقف معي ان شاء الله راح اخذ حديثها. احنا طبعا اعزائي المشاهدين ننوه، خاف تقولون احنا ليش مو داخل حرم الجامع اليوم، هو يوم جمعه والشيخ لديه دروس قرانيه ايضا تعليم القران، او اليوم نشكركم شيخنا. انا ما عندنا مدرسه حوزويه بفضل من الله منذ 8 سنوات، والان الدرس مستمر ونحن بخدمتكم ان شاء الله. خادم ربك هذا بيت الله بخدمه الكل وبخدمتكم بخدمه عوائل الشهداء. احنا شيخنا ان شاء الله ان وقفه ثانيه معاك، بس لكن وين راح تكون؟ احنا ضيوف انا وياك ببيت اولاد الشهيد وزوجه الشهيد ان شاء الله. طبعا هذا البيت هو مهدى من دوله الكويت، طبعا الناس بثواب اهلها بثواب امواتها. جزاهم الله خير طبعا انا هم ما اخفيكم، قبل سنه اجى للاستاذ ابو محمد الله يوفقه وقال لي عندي دارين سكن واريد الان عائله متعففه لاحدى الدور، فبفضل الله سبحانه وتعالى سكننا فيها عائله من المؤمنين. احنا شيخنا من محافظة ميسا. المشاهدين انا احب للمشاهدين احنا ما نعطي دار بكيفنا، احنا اكو هناك طبعا عندنا مرجعيه وعندنا ناس ثقات وعندنا نطلب من عندهم هم يرشحون هذا الناس. انا ان شاء الله لا تنحسب على المحسوبيه ولا تنحسب ان شاء الله بخدمتكم. وكان الاختيار لعائله فقيره متعففه وايتام بنفس الوقت، وبفضل الله سكنوا وستر لكم الله كما سترتموهم. الله يوفقكم ان شاء الله. احنا طبعا احنا هذا المشروع اسمه مشروع الامام المهدي عجل الله تعالى فرج لبناء الدور. رممنا الكثير يعني يمكن الان 120 دار احنا وفرنا سكن ووفرنا ترميمات بالاضافه الى مصادر عيشه من هذا الدكان وهذا شراء ستوته ومستمرين، بس هذا كله ياتي بفضل الناس المتبرعه اللي تشارك معنا في برنامج القلوب الرحيمه. طبعا شيخنا انا ما اخذ من وقتك، يقول يهدى ثواب هذه الدار اللي راح نعطيها اول ما هدي هذه الدار الى ال 14 محصوم الائمه عليهم السلام. الله يعني قال هذا بثوابهم وارواح المرحومين الحاج محمود البغلي وولده الشهيد عادل وكذلك وارحامهما والمرحوم الحاج مصطفى محمد ابراهيم وحرمه من دوله الكويت. انا اولا اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق هؤلاء وان يترحم على اماتهم ويكون مثواهم الجنه مع النبي واله، واشكرهم شكر الجزيل على هذه المبادره واشكركم لان الدال على الخير كفاعله، انتم ان شاء الله الدالون على الخير وهم المتبرعون ونحن الخدم. نسال الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويوفقهم لفعل الخيرات. احنا الان طبعا اخذنا من وقتك وراح نتركك تروح للمؤمنين وتكمل الدرس ان شاء الله. اسال الله يحرزكم ان شاء الله ويوفقكم ويدفع عنكم بلاء الدنيا والاخره، واسال الله اولا واخرا ان يثبتنا بالقول الثابت على طريق النبي واله، وان يحفظ اخوتنا المتبرعين والى مزيد ان شاء الله خدمه للدين الحنيف. الله يوفقكم ان شاء الله. جزيلا. اعزائي المشاهدين شكرا تقديرنا الى سماحه الشيخ احمد جويبراو محتمد السيد السيستاني حفظه الله. الان راح اترككم مع فاصل ان شاء الله ونعاود معكم في برنامج القلوب الرحيم. أعزائي المشاهدين طبعا عندنا وياكم بعد هذا الفاصل اللي كان سماحة الشيخ تحدث به عن مشاريعهم ومشاريع مكتب سماحة السيد لعوائل الشهداء ومساعدتهم للعوائل. الآن طبعا تقف معي زوجة الشهيد أم الأطفال اللي عندهم معاناة، طبعا هم والدهم شهيد ومعاناة أطفالها عيونهم تعبانه، راح نتعرف عليها الاخت منتظر. ام منتظر صبحك الله بالخير. ام منتظر صباح النور. اهلا وسهلا. الله يخليك. ام منتظر كم طفل عندك؟ عندي ثلاثه. ثلاثه، شو وقت استشهد زوجك؟ تقريبا صار سنه ونص. سنه ونص. اي ان شاء الله. اختي طبعا انت لا عندكم دار ولا عندكم سكن مو؟ لا لا قاعده ويا اهلي. ويا اهلك هسه يعني وقبل ما يستشهد؟ كنا باجار. الايجار المسكين طبعا بعد ما توفى ماكو ايجار مو؟ لا لا ماكو. لا زين الدوله وفرتكم رواتب، انطوكم دار، انطوكم بيت؟ لا 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 لحد الان كل شيء ماكو، يعني مراجعات وتعب وكل شيء ماكو. يعني ليش اللي يضحي بدمه من اجل هاي الكراسي اللي قاعدين عليها؟ ليش ينتظر؟ اكو واحد يبقى هسه انتم اسال الحكومه، اكو فد يوم مسؤول بالبرلمان، محافظ، وزير، تاخر راتبه سنه، تاخر راتبه شهر، يعني ما يفكر بهاي يعني لولا دماهم انتم ما تبقون على الكراسي. فاحنا نتمنى يعني تهتمون بعوائل الشهداء، هسه انتم هسه اهتمونا بعوائل شهداء الحشد. طبعا لولاهم والله العظيم ما تبقون على الكراسي، بس احنا شو نسوي؟
اختي الفاضل طبعا شنو مشكلة عيونهم؟ والله يصير تليف بعينهم بعدين انفصال شبكة، فسافرنا بهم التركية يعني ما صار لهم شيء، رجعنا فسلبنية يعني بقى ربع بعينها بس ربع فقط من النظر. بالمدرسة شلون؟ بطلت لأن ما تشوف ما تقدر. والثانية نفس الشيء؟ والثانية طفت عينها اليسرى طفت نهائي. والطفل الثاني؟ هذا الطفل الثاني هماتين يعني عيونه. هاي معاناة الأولاد. زين أنت معاناتك كأم يعني هسه أنت ساكنة وين اللي بغرفة مو؟ شوفينها صعبة؟ والله صعبة جدا جدا صعبة قد ما تتصور، وتعبانة حيل يعني يراد لهم مصرف دكاترتهم علاجهم يعني، ما بس الله اللي يدرب الحال. والسكن شلون؟ ويا أهلي يعني بغرفة محشورة حشر ويا أمي ويا أخويا يعني. يا اختي احنا راح نعطيك بيت ان شاء الله من قناه المهدي برنامج قلوب الرحيمه، وهذا يعني قليل بحقهم. والله تسلموا ورحم الله والديك وجزاكم الله الف خير. اختي طبعا هذا الدار مهداة بثواب ال 14 معصوم عليهم الائمه الاطهار، وبثواب عائله المرحوم الحاج محمود علي البغلي وولده الحاج الشهيد الحاج عادل محمود البغلي، وعائله المرحوم طبعا بثواب ايضا المرحوم حجي مصطفى محمد ابراهيم وارحامهم طبعا وزوجته زوجة حاج مصطفى. فتقرين الفاتحه بثوابهم ان شاء الله. الله اقرارهم الفاتحه وان شاء الله يجعلهم في فسيح جناته لجاه الحسين الشهيد يعني. احنا طبعا الدار الان هي موجوده عندنا الدار، احنا راح نجري عليها تعديلات وراح نظهر هذه الدار بالمنظر اللي يليق بالاطفال، وان شاء الله الكل ان شاء الله راح اني والشيخ وانت راح نحضر لهي الدار وراح نسلمها وراح ناثثها الك. اعتقد ما عندك مستلزمات انت منزليه يعني؟ لا لا ما عندي شيء. فان شاء الله ان وقفه ثانيه وياك بالدار ان شاء الله من تستلمينها، ولا تنسين هذه العائله بالدعاء لهم ان شاء الله بالخير والتوفيق والصحه والعافيه. ان شاء الله الله يوفقهم بجاه فاطمه الزهراء ان شاء الله. وايضا احنا من خلال برنامج قلوب الرحيمه الناشد الناس الطيبه اللي عنده مقدره واللي يريد يساعد اطفال الشهيد بارسال مبلغ او مساعدتهم ايضا لعلاج عيونهم، وهم بحاجه ماسه الى من يقف معهم. احنا نتمنى لك الخير والتوفيق مره ثانيه. اشكرك ورحم الله والديك جزاك. اذا اعزائي المشاهدين احنا راح نروح انا وياكم راح نروح الى شلون راح نرتب هذه الدار اللي اشتريناها، اولا لسرعه تسليم هذه الدار، ونحن نعيش بأجواء باردة طبعا العمل راح يتأخر عندنا بالبناء، فإحنا اشترينا دار جاهزة تحتوي على 3 غرف وتحتوي، فإن شاء الله راح تشوفون التفاصيل وشلون راح نرتب هذه الدار إن شاء الله، وراح نظهرها بالمنظر الجميل والمنظر اللي يليق بعوائل الشهداء إن شاء الله. إنه وقفة ثانية مع الشيخ أحمد جويبراوي وعائلة المرحوم، فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم.
من ساهم معنا في رفع المعاناة عمن يستحق، ولقد كانت لتبرعاتكم أسمى المعاني في نفوس المحتاجين إليها. دمتم في طريق الخير والصلاح، ودامت أيديكم البيضاء لخدمة الضعفاء.
انتهت عملية ترميم الدار إن شاء الله لأيتام الحشد، واليوم بفضل الصلاة على محمد وآل محمد راح ندخل هذه الدار المباركة. أعزائي المشاهدين، طبعا استمر العمل بها أيام، ومثل ما تشاهدون هذه أول ما عملنا سقيفة للدار، جعلناها من البليت الملون كما إن شاء الله يليق واستحقاقا لعوائل الشهداء. وهذا مثل ما تشاهدون واجهة الدار، هاي الطرمة الخارجية، زجاج الأبواب الشبابيك الأمامية، غيرنا الزجاج بزجاج ذهبي ملون جميل، وأيضا أجرينا ترميمات عديدة، تغيير مسار أنابيب المي، مغسلة للأيتام حار بارد، مضخة ماء، ماطور أيضا. طبعا كله إن شاء الله بجهود مباركة من عائلة البغلي الله يحفظهم. فالآن راح ندخل للاستقبال. طبعا الدار تحتوي على 4 غرف من ضمنها الاستقبال، استقبال كبير الآن راح ندخله. ومثل ما تشاهدون الألوان الجميلة اللي وضعناها لهذا الدار، فهذا الاستقبال. الأبواب أيضا صفرت، وهذا الاستقبال أيضا نصور شقينا مراوح كهربائية، الجو بارد يعني مرتب إن شاء الله. غسل تم غسل الدار، هذا استقبال أعتقد 5 في 4 الكبر مرتب. وأيضا راح ندخل لمحتويات الدار. طبعا أعزائي المشاهدين، ها محتوياتها مثل ما تشاهدون، هذا حمام، أيضا حمام جميل. أيضا غيرنا الأنابيب المي، مي حار بارد، دوش، تعلاقة ملابس، وأيضا صبغناه بالبوية، والأبواب أيضا صبغت. ومثل ما تشاهدون هذه غرفة، هذه غرفة، وأيضا كان هناك كانت غرفة ما كاملة، هذه غرفة كبيرة، غرفة منام كانت ما كاملة، أيضا تم لبخها وتم وضع لها كاشي وكهرباء، وصبغناها ورممناها من جديد. طبعا كانت حفرة فقط تراب، احنا كملناها ولبخناها ورتبناها ترتيب كامل. هذه غرفة وهذه غرفة، وذيك أيضا صالة، وأيضا صبغناها. طبعا الشكر والتقدير هنا اللي خلينا هذه اللافتة اللي تبقى دائما معلقة في الجدران، طبعا يهدى ثواب هذه الدار إلى أرواح المعصومين الـ14 عليهم السلام أئمتنا الأطهار، وأرواح المرحومين الحاج محمود علي البغلي وولد الشهيد عادل محمود البغلي وأرحامهما، وكذلك عائلة المرحوم الحاج مصطفى محمد إبراهيم والمرحومة حربة وأرحامهما من دولة الكويت. طبعا الناس مثل ما قلنا لكم مرادوا عائلة للحشي، وهذه العائلة في دولة الكويت الله يحفظهم، وعائلة المرحوم الحاج محمود البغلي رجل البر والإحسان الله يرحمه، هذا الرجل الطيب طبعا خلف بذرة طيبة جدا لعمل الخير للأعمال الخيرية، الله يحفظ الحاج أبو يوسف إن شاء الله، وأخذنا الدكتورة الفضلة الله يعطيها الصحة والسلامة اللي دائما تقف مع الفقراء المحتاجين أينما كان. إذن أعزائي المشاهدين، الحديث طبعا عن الناس الطيبة كثير. طبعا المطبخ هنا هو تصميمه مطبخ صغير جميل جدا، في سنك الماء، هذا الغسيل، وهذا الخلاطات بدلناها، أيضا الزجاج، وجيزر نصبنا جديد ولوناه بالألوان الزاهية، أيضا راح نضع هنا إن شاء الله طباخ. وبقت هذه الغرفة الأخيرة اللي هي رقم 3 زائد الاستقبال يصير 4، هذه الغرفة. وأيضا هناك ترك خلف الدار من وراء هذا كله مبردة كله كل شيء. إذا أعزائي، وأيضا هذه الغرفة الصالة اللي وضعنا بها أيضا هذه اللافتة، فإحنا إن شاء الله راح ننتظر أثاثنا اللي راح يجي،
ايضا راح ينفرش هذه الداخله النفرشه، وهناك ثاب منزلي راح ان شاء الله يشاهدون عمليه الفرش، يشاهدون ان شاء الله شلون راح نظهر هذه الدار بالتجهيز الكامل. يعني بيت كامل ان شاء الله راح نسلم مفاتيح لعائله الشهيد ان شاء الله قريبا، بس يكمل الفرش ان شاء الله، وايضا راح نضع لها ستائر. فاذا اعزائي المشاهدين احنا راح ننتظر فريق العمل حتى يفرشون هذا الدار. وصلوا معنا برنامج القدوة الرحمة. Oh.
أعزائي المشاهدين إلى برنامجنا برنامج قلوب رحيمة، واللي اليوم إن شاء الله راح نسلم الدار إلى عائلة أيتام، وهذه العائلة والدهم مستشهد للحج الشعبي، ومثل ما شاهدوا طبعاً جهزنا بالمواد المنزلية من طباخ، أواني طبخ، كذلك ثلاجة، جيزر، مدافي كهربائية ونفطية، أفرشة، وهذا يأتي كله بفضل الناس الطيبة المؤمنة. عائلة البغلي الله يحفظهم إن شاء الله، وكذلك الاستقبال أيضا فرشناه وجهزناه ببلازمة وميزة بلازمة، إن شاء الله يجونهم الخطار إن شاء الله ويسعد قلبهم ويفرحون بهذه الدار. إذن أعزائي المشاهدين إحنا راح ننتظر إن شاء الله عائلة الشهيد راح يجون يسلمهم الدار، طبعا لحد الآن هم ما شايفين الدار ولا ينزلون المرحوم، وكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. أعزائي المشاهدين طبعا وصلت إن شاء الله أختنا منتظر، حياك الله، تفضلي بيتك ان شاء الله على الخير وعلى البركه ان شاء الله موفقه. مشكور، رحم الله والديك ويعطيك العافيه، واريد يستر عليكم وعلى كل من ساهم بهذا العمل الخيري. الله يخليك، رحم الله والديك. طبعا هاي الدار احنا انا قبل شويه شرحت، بس تعال شوفي هذا هنا أنا مطبخ، تفضلي. الحمد لله. هذا المطبخ طبعا حتى جبنا لك مواعين، هنا أنا طباخ ما عندي، هاي قدوره، مو سخان مي، خير من الله، هذا جاهز حتى قوري شاي. تسلم الله يسلمك، رحم الله. طبعا هاي غرفه رقم واحد، هذا منا هاي خلينا بها الثلاجه هنا، انت بعدين تركبين. اي والله احنا بعض الثلاجه، تعالي هنا تعالي تقربي اختي، هذه ثلاجه وهذا مدفأة كهربائية ومدفأة نفطية. سلمك ينطيك العافيه، والله بعازتهم ذني كلهم ما عندنا ماكو، الحمد لله. وش الفراش هذا؟ شو الكارمل، رحم الله والديك، رحم الله. ستائر بردات، الاناره كلها جديد، الاصباغ ما قصرت الحمد لله. هسه هاي تعالي الغرفه الثانيه تفضلوا وياي. طبعا اعزائي المشاهدين احنا ما خلينا بيه ولا نقص، بالنسبه لهذا الحمام ايضا كامل، مي حار، دوش، خلاط، كله جاهز. هاي غرفه رقم 2، هذه غرفة رقم 2، ما قصرت والله، خير من الله، نعمة. طبعا هي المساحة 110 اعتقد، ف هو نعمة من الله، يعني ما بيت حلو مرتب ونازل، واسع ومرتب، تستاهلين. احنا هذا الشيء قليل نقدمه للعوائل الحشة. تفضل هاي غرفة رقم 3، هم غرفة كبيرة، شوفيها اي واسعة، حلوة حلوة، خوش غرفة، غرفة منام الحمد لله ان شاء الله. وهذا ايضا ترك للذا عندك خبز او ايضا سياجات عاليه، اي اي ترك من هنا مبرده تخلي الحمد لله امرك ابناء وعلينا السياجات، مو طبعا احنا هنا يا ام منتظر لا تنسين عائله المرحوم. طبعا هذا احنا نفضل اخت المؤمنه الدكتور الله يحفظها بثواب والدها الحاج محمود علي البغلي وابنه الشهيد حج عادل البغلي وارحامهم، وكذلك هنا تقرير الفاتحه ايضا ثواب الحاج مصطفى محمد ابراهيم والمرحومه زوجته وارحامهم من دوله الكويت ان شاء الله. اريد الله يسكنهم ان شاء الله فسيح جناته بجاه الحسين، وهي تعتبر صدقه جاريه لهم طبعا ان شاء الله. وان شاء الله هسه احنا ويانا ضيف اليوم جاي الشيخ احمد جوبراوي محتمل السيد السيستاني ايضا بركه، اليوم حضر معانا هنا، اجى اولا يتبارك لك، وثانيا كان الى وقفه ويانا بالجامعه تذكري. اي صح ان شاء الله، فهسه نروح له بالاستقبال مالكم ان شاء الله. ان شاء الله. فالان احنا بالاستقبال وشيخنا الطيب شيخ احمد موجود. السلام عليكم شيخنا. السلام، حياك الله، حياك الله. شلونك شيخنا؟ شلون عافيت اخوي؟ الله يخليك، شلونك لك زياره مقبوله. الله يتقبل اعمالكم ويحفظكم ويدفع عنكم البلاء بجاه محمد وعلي محمد. اختي منتظر طبعا هاي الاستقبال الدارج، ايضا هاي شاشه بلازمه والميز مالتها والفراش،
خوش. واحنا اليوم ضيوفك، بس احنا راح نسولف انا والشيخ. الشيخ كان في النجف الاشرف وتاخر علينا، كان بزياره لسماحه المرجع الديني ايه الله العظمى السيد علي السستاني الله يحفظه. وايضا اكيد دعواته كانت للمسلمين عامه ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد واله الطاهرين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي الفاضل. بدايه اسال الله سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا على هذه الخدمه. اشكر قناتي لمع المهدي واشكر القائمين عليها، خصوصا الاخ الجليل ابا محمد، هذا الرجل اللي سبق وان قدم بيوت جزاه الله خير الجزاء ضمن برنامج القلوب الرحيمه. احسنتم، ضمن برنامج القلوب الرحيمه، وما اعطاها الا عن طريق المرجعيه وخدام المرجعيه، وهو جزاه الله الف خير. بيوت كثيره اعطيت الى عوائل شهداء والى ايتام والى محرومين، وهذا البيت من ضمن العوائل للاخت الكريمه زوجة الشهيد رحمة الله على روحه، اللي جزاه الله خير الجزاء متكفلة بالأيتام، وجزا الله المحسنين على أخ محمد وقناة الإمام المهدي والمحسنين الذين قدموا وأعطوا والمتبرعين الذين قاموا على هذا البناء. وهو البيت كامل من كل الأوجه، وما شاء الله دخل إلينا السرور عندما دخلنا وجدنا البيت مؤثث كامل، الغرف كلها ممتازة، الأخت كذلك هي مسرورة. ونقول هذا شيء قليل نقدمه للشهداء وذوي الشهداء، لأن سماحة السيد الثاني الله يحفظه يوصي كثيرا أختي الجليلة بقضية الشهداء وعوائل الشهداء، وبالأخص يوصي النبي صلى الله عليه وآله. وها هم قناة الإمام المهدي يقدمون إليك أختي الجليلة هذا البيت خدمة إلى الشهيد وخدمة إلى دماء الشهداء، وإن شاء الله هم ساعون وماضون على هذا البرنامج وقناتهم الموقرة في خدمة الشهداء وخدمة الفقراء. الله يبارك بك شيخنا. الله يبارك بك شيخنا الغالي. طبعا الإمام المهدي عندما تسعد أيتام، عندما تسعد عائلة أيتام، أكيد أيضا ينسر بهذا الوقت. أحسنتم، سلام الله عليه مولانا واللهم عجل فرج الشريف. يدخل عليه السرور عندما يعلم، وهو واقعا يعلم بكل ما يجري، لأنه حجة، ونعرف أن الحجة الله سبحانه وتعالى قد أطلعه على كل ما يدور، ولو ضاع أو عن أهل الأرض لحظة واحدة أو في كما في الروايات لساخت بأهلها. فمولانا مراقب ويعرف ويسرر وينتاب ويدخل إلى قلب السرور عندما نقدم خصوصا إلى ذوي الشهداء عوائل الشهداء خدمة جليلة أو إلى الأيتام. أنا واقعا هم بنفس الوقت أنقل من خلال شاشتكم الموقرة تحيات وسلام سماحة السيد إلى كل عوائل الشهداء اللي واقعا يثني دائما على الشهداء على دماء الشهداء، وهو القائل لو قدمنا ماء العين لهؤلاء نحن مقصرون. وهذا واقع أيها الأخوة، لأن النصر ما صنع إلا بالدماء الزاكيات للشهداء ولذوي الشهداء. جزاكم الله خير الجزاء. طبعا شيخنا احنا قلنا لك هذا هو على نفقة الأخت الدكتورة بنت الحاج محمود علي البغلي بثوابه المرحوم الإنسان الطيب، وشقيقها المرحوم الشهيد الحاج عادل علي البغلي من دولة الكويت، وكذلك بثواب المرحوم الحاج مصطفى محمد إبراهيم وحرمه زوجته وارحامهم. فأريد يعني كلمة بحق هذه العائلة، العائلة الطيبة آل بغلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخت الكريمة اللي جزاها الله خير الجزاء أن تقدم بثواب أبيها وعمها وذويها هذا البيت، وقدمته إلى أشرف الناس اللي هم اللي قدموا اللي صنعوا النصر اللي هم الشهداء وأبناء الشهداء وزوجات الشهداء أخواتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم ويجزيهم الجزاء الأوفر على هذه الخدمة، ونسأل الله أن يجعله في حسناتها في ميزان حسناتها وحسنات أبيها وعمها وكل من كانت تقصد بهذا الصرح المبارك. فجزاها الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يطيل بعمرها وأن يرزقها الرزق الحسنة وأن يضاعف لها هذه الأعمال وهذا الأجر العظيم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الله طبعا شيخ نحن بالبداية بالجامع من كنا واقفين قلنا لك وقفة ويانا، واليوم إن شاء الله وفينا بوعدنا ووقفنا في هاي الوقفة بدار الأخت، ونحن الآن ضيوف عندها. فتتفضل هنا أختي منتظر. طبعا هذا سند الدار. جزاكم الله خير. هذا السند، هذا جزاكم الله ألف خير.
ان شاء الله هذا السند. يعطيك العافيه. ونتمنى لك الخير والتوفيق ان شاء الله. والديك ويستر عليك وتتمين باطفالك بهذه الدار ان شاء الله، وانت صاحبه الدار وهاي الدار ان شاء الله ملك الك. جزاكم الله الف خير، واني اتشكر من الشيخ احمد مقطاف ومن حضرتك ومن حضره الدكتوره، وان شاء الله يديبكم ان عز وفخر بجاه الحسين الشهيد. الله وايضا شيخنا العائله الثانيه الدكتوره اللي عن طريقهم هم جتنا، عن طريق مكتب سماحه السيد علي السستان الله يحفظه بواسطه محتمد المرجعيه الشيخ احمد، الاخت اللي قاعده الان الشهيد الهبيت الدكتوره بعثت لها ايجار 6 أشهر سلمناها 1,200,000 دينار. جزاها الله خير الجزاء على هذا الفعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرها أولا وآخرا، وأن يحسن عواقبها، وأن يزيد عليها من هذه النعم اللي جاي تنفق فيها خدمة للدين وخدمة للمثل. وأكرر شكري لكم أيها القناة الموقرة، وخصوصا الأخ أبو محمد هذا الرجل الجليل المصور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف جهودكم، وأن الله يبارك فيكم من الثواب الأوفر، وأن يحسن عواقبكم خدمة للدين والمثل. احنا شيخنا نقدر نشهد كثير، بس انت كمعتمد مرجعيه، وبالامس انت يعني كنت ضيف يم سيد المرجع الله يحفظه سماحه المرجع الديني آية الله السيد علي السستاني الله يحفظه ان شاء الله. نشوف الناس الان الاخماس اللي قاعد ما شوي يديرون بالهم على الفقره، ايش تقول؟ والله ان شاء الله الناس كلها خير، وسماحه السيد خب طبعا افتى كل واحد حقه ممكن ان يتصرف، واعطى اذن للعراقيين بالخصوص ان يوصلوا الاموال الى الفقراء، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تهتم الناس بهذا الجانب وإيصاله لما يستحقه حقا، لأن سماحة السيد دائما بالحق الشرعي يقول لا بد أن يكون العطاء وفق الحاجة الفعلية، يعني الإنسان لا بد أن يكون محتاج فعلا. لكن نشكر الجميع ونشكر كل من ساهم، وأسأل الله أن يوفقكم طبعا من خلال قناتكم. هم أقول لأخوتي كل المستمعين والمشاهدين أننا ماضون إن شاء الله بخدمة الشهداء، وسماحة السيد لا زال يوصي بقضية الشهداء وعوائل الشهداء، وعندنا إن شاء الله حجر أساس لبيوت أخرى، وإن شاء الله أنتم لا تقصرون وأنتم الأوائل إن شاء الله بالنسبة للعطاء. نسأل الله يحرسكم إن شاء الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنكم داعمين وخدم لكثير من الشهداء ومن عوائل الشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة الشهداء. طبعا شيخنا لحد الآن يمكن البيت رقم 122. الله يحرسكم. طبعا هذا كلامكم أوصلت حتى لأخوتنا إن شاء الله في النجف الأشرف بين قناتكم الموقرة، وأنتم خصوصا متابعين ومتابعتكم حثيثة في العمارة وفي باقي المحافظة. طبعا أنا عندي معلومة أنك قد شيدت بيوت في محافظة ذيقار أعرف، وفي النجف الأشرف جزاك، وفي طريق الحسين طريق حسين مضيف الإمام المهدي نسأل الله سبحانه وتعالى يزيد عليكم مثل هذا شيخنا. احنا اليوم تعبناك بس انت اكيد مسرور معنا. لا بخدمتكم والله، رحم الله والديك شيخنا. والله كل سرور عندما ندخل السرور الى عوائل الشهداء. احنا المفروض قبل مده بس انت كنت في النجف يعني كنت ضيف يم سماحه المرجع، واحنا نشكرك ان شاء الله. الله يخليك شيخنا ان شاء الله بحق محمد. اعزائي المشاهدين طبعا شكرنا وتقديرنا لسماحه الشيخ احمد الجويبراوي محتمد سماحه السيد علي السستان الله يحفظه، وشكرنا وتقديرنا إلى عائلة آل بغلي المتمثلة بالدكتورة الفاضلة. طبعا هذا البيت هو صدقة جارية بثواب الحاج محمود علي البغلي وولده الشهيد الحاج عادل، وكذلك بثواب المرحوم مصطفى محمد إبراهيم وحرمه وأرحامهما. طبعا شكرنا كثير جدا، وشكرنا للناس الطيبة اللي دائما يقفون معنا في برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين طبعا شاهدتوا اليوم عائلة الأيتام، وراح بعد أسألها أكيد فرحانة؟ الحمد لله والشكر ما تنوصف أكيد يعني الفرحة. الحمد لله والشكر ألف الحمد لله. فإيش قد حلو يعني واحد من يسعده فقير، إيش قد حلو واحد من يسعد يتيم. يعني هي كانت بغرفة على ما أعتقد يعني ويا أهلها متكسرة، فالآن عندها 4 غرف. بإمكان أهلك يقعدون وياك؟ الحمد لله والدتي تقعد وياي ان شاء الله. احنا ما عندنا مانع اي واحد يقعد معاهم بعد هذا البيت الك انت حر التصرف. تسلم والله، تسلمون على هذا العمل. الله يبارك فيك. فاذا اعزائي المشاهدين بهاي الكلمات احنا راح ننهي حلقتنا من برنامج القلوب الرحيمه، واني اقول وادعوكم وسماحه الشيخ طبعا قال لكم هلا هلا بالايتام والفقراء. طبعا الاغنياء كفلاء بالفقراء، بس لكن شوية ديروا بالكم عليهم، يعني التاجر إذا مديده شوية بجيبه شو يصير؟
خلي شوية طبعا هاي الفلوس من يموت ما ياخذن وياه ويتحسف هناك، يقول المنظر والله يوم يطيهن الفقير، وراح يشوف هناك بالعالم الآخر أشكال أشكال أنواع الحساب، أشكال النقالة بالليل تنقل، ما يريد الإمام وين يوديه، هلا هلا بالفقراء. وأيضا إحنا عندنا رحلات علاج، إحنا ما نكتفي فقط بهذا، عندنا رحلات علاج خارج القطر، تركيا والهند موجودة، اللي يحب يساعد لعائلة بحتاجة إلى معالجة طفل، معالجة شخص، إحنا مستعدين نعمل له رحلة علاج. وكذلك مشروعنا مشروع الإمام المهدي لبناء الدور وترميم الدور قائم، ننتظر إن شاء الله مشاركاتكم، والله يزيد خيركم، والله يبارك بكم، والله يدفع عنكم البلاء. إلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. قصة الألم ترجمتها معاناتهم وقرأتها دموعهم وعايشوها لحظة بلحظة، فكانوا معها كما الظل يرافق صاحبه. معاناة وألم وحرمان وجوع وفقر، ساهموا معنا في إعادة البسمة لهؤلاء. Oh.